الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصف الله سبحانه وتعالى اعتراض الكفار عليه في بساطته وفي بشريته، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى السوق، وبل جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أسس سوق المسلمين في المدينة المنورة، لما رأى سوق اليهود ولما رأى بعض الأسواق فيها مخالفة فيها استغلال للإنسان، جاء بنفسه إلى أرض وقال هذا سوقكم، فأسس لهم السوق، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى هذا السوق. هناك سنن كثيرة متعلقة بالسوق، من أهم هذه الآداب وأعظمها وأجملها وأبسطها وأكبرها ثواب عند دخول السوق. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000 1000 حسنة يعني مليون، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفعه 1000 1000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. بعضهم قالوا كيف الأجر هذا الكبير؟ أول هذا الأجر فضل من الله سبحانه وتعالى، ثانيا قالوا لأن السوق كثير من الناس يغفل عن ذكر الله فيه، فإذا ذكرت الله في المكان الذي يكثر الغفلة فيه كان كذلك الأجر مضاعف، فصرت ذاكر لله سبحانه وتعالى في موطن يظن فيه أن يكون موطن غفلة. وهناك دعاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا دخل الإنسان إلى السوق أن يقول بسم الله، اللهم أعطني من خيره واكفني من شره، اللهم أني أعوذ بك من كل يمين فاجرة وصفقة خاسرة، فيكون سبحان الله الإنسان حتى شراؤه وحتى بيعه يكون فيه بركة، لأنه حصن نفسه وسأل ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه في أن يأخذ وأن يشتري. كذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا دخل السوق كان يلاطف البائعين، وكان كذلك ينصح، وهذه من الأشياء المهمة في السوق، أن الإنسان إذا وجد بائعا يخطئ فلينصحه بكلمة طيبة بلطافة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل، قال له من غشنا فليس منا، لأنه كان يخبي البضاعة الفاسدة تحت البضاعة الصالحة. الذي يعمل إذا كان أمينا صدوقا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة، يعني يرتقي هذا التاجر إلى أن يكون في منزلة الشهداء إذا كان أمينا وصدوقا. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل مرة السوق مع أبي هريرة، وكان معه شيء من الثياب يصلحها، فلما استلم النبي صلى الله عليه وسلم من البائع أو من ذلك الذي يصلح الثياب، مد يد أبو هريرة يريد أن يأخذ الثياب، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع، وقال يا أبا هريرة صاحب الشيء أولى بحمله. هذه سنة من السنن الجميلة جدا، أن الإنسان يحمل بضاعة بنفسه. كذلك المسلم إذا أحس أن هذا الدرهم الذي يشتري به عندما يقضي مثلا من السوق فيشتري لأهله، يعرف أن الدرهم الذي ينفقه وأن الكيس الذي يحمله له وزن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، هذا الدرهم الذي ينفقه يفوق الدرهم الذي ينفقه في سبيل الله، يفوق الدرهم الذي ينفقه على المساكين وعلى الفقراء، هذا الدرهم الذي ينفقه من أجل أولاده ومن أجل أهله. من الأشياء التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن صخابا بالأسواق، كان صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يحب الصراخ والصياح والضجيج الذي ربما يحصل، فكان هاديا عليه الوقار وعليه السكينة، وهذه سنة ينبغي للإنسان كذلك أن يهتدي بها في اتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الأشياء المهمة التي يحتاج الإنسان أن يتنبه لها وهي تكثر أن تحصل في الأسواق كثرة الحلف، ومن البياعين أكثر من المشترين. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال لنا الحلف منفقة للسلعة، مذهبة أو مسلبة للبركة،
الذي يكثر الحلف، هذا لو كان الحلف بصدق، أما الذي يحلف بالكذب والعياذ بالله تعالى هذا يأثم وهو عاصي لله سبحانه وتعالى. إذا دخل الإنسان إلى السوق، طبعا السوق لابد من وجود الرجال ووجود النساء في السوق، وكثير من الناس ربما يكسب شيء من السيئات إذا دخل السوق، لكن قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. بعد هذا يصير الإنسان إذا دخل إلى السوق كما قال بعضهم، إذا دخلت إلى السوق فمررت بالسوق فكان مثلا مرت بك 10 نساء أو أكثر من ذلك، فكل امرأة مررت بها في السوق فغضضت البصر عنها أعطاك الله سبحانه وتعالى شيئا من محبته. إذا فهمنا هذا المعنى من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا الهدي، تحول دخولنا إلى السوق إلى محل كسب الثواب والأجر والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والاهتداء، الذي يثمر لنا أجر كبير ويثمر لنا حب من الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى. فأنعم بالسوق إذا كان هذا حاله.